كيك لمريض السكر الكيتو دايت. نجيب القالب ندهنه بزيت جوز الهند، نوضع ورق زبدة بالأسفل، نوضع الماء نص كوب ماء مع بديل السكر ستيفيا، الكمية والنوع هو اختياري، نص كوب زيت جوز الهند. ونجيب الماء والستيفيا اللي عملنا مسبقا، ونجيب 4 بيض، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام، قليل من الفانيلا، 150 جرام جوز الهند. نطحنهم جيد وهيك أصبحوا جاهزين. نضعهم بالقالب، نحمي الفرن مسبقا على 180 درجة مئوية، تقريبا تأخذ 15 دقيقة بالرف الأوسط. هيك نتركها تبرد، وبعدين ممكن نعمل صوص الشوكولاتة بزيت جوز الهند والكاكاو الخام وبديل السكر، كمية ونوع اختياري. عندي أكثر من 500 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.